بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الوصايا وفي الباب الثاني عشر، والذي عنوان له بقوله: باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث في كتاب الوصايا أيها الإخوة، الذي يرويه عبد الله ابن بريدة، هذا الحديث سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن جزء منه، وهو موضوع الصدقة. إذا تصدق بها الإنسان وأخرجها يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ثم عادت إليه بصفة أخرى، فإن هذا حلال له ولا ينقص من أجر صدقته شيئا، وليس هو ممن يعود في هبته. هذه المرأة تصدقت على أمها، يعني أهدتها وليدة، جارية كانت عندها، أمة، ثم ماتت أمها، فرجعت إليها هذه الوليدة بالميراث. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته تسأله طمأنها أنه لا تثريب عليها، قد وجب أجرها لها بالصدقة وقد أخرجتها، ثم ردت إليها باعتبار الميراث. وقلنا إن هذا له نظائر عديدة، ومثلنا له أيضا بما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام من أكله من طعام بريرة رضي الله تعالى عنها، الذي كان صدقة عليها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه باعتباره هدية، باعتبار أن بريرة رضي الله تعالى عنها، وهي مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كانت عندها في بيتها، فجاءتها بعض اللحوم صدقة فطبختها، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أم المؤمنين زوجه أن تعطيه منها، قالت إنها صدقة على بريرة، قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية، لأنها ملكتها بالصدقة فتستطيع أن تتصرف فيها بكل التصرفات المشروعة. في الحديث بقي أمران: الأمر الأول هو موضوع الصيام عن الميت، الصيام عن الميت. قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ هذه مسألة العلماء بحثوا فيها، وفيها مجال للفهم ومجال للاستنباط، لأن الأصل في العبادات أيها الإخوة، وانتبهوا لهذه المسألة،
الأصل في العبادات أنها تجب على المكلف نفسه، المكلف تجب عليه هذه العبادات العينية، الصلاة والصيام والزكاة تجب عليه، لكن في بعض الأحيان تمكن الإنابة في مثل هذه العبادات. فالزكاة مثلا، الزكاة عبادة تجب على الإنسان المكلف الذي لديه مال وجوبا عينيا، يعني لا بد له أن يؤديه هو بنفسه، لكن إذا أداه غيره عنه بالوكالة، بأن وكل إنسانا يؤدي هذه الزكاة عنه، أو كان صغيرا وله ولي، أو كان مجنونا أو سفيها، فإن الولي يستطيع أن يخرج الزكاة من مال هذا الصغير أو السفيه أو المجنون وتجزئ عنه. وكذلك الحج، لو مات الإنسان وعليه حج فإنه يحج عنه، يمكن أن يؤدي الحج عنه غيره، ولده أو قريبه، أو حتى يمكن أن يتفق مع إنسان أجنبي عنه بأن يؤدي الحج عنه ويعطى نفقة في مثل هذه الأحوال. هذا كله واضح، لكن العلماء فصل كثير منهم في موضوع هذه العبادات العينية. بعض هذه العبادات عبادات محضة خالصة، يعني ليس فيها جانب مادي، كالصلاة مثلا. الصلاة هذه عبادة محضة، لا يجزئ أن يؤدي أحد عن غيره صلاة، لأنها وجبت على المكلف، ولأنها تحتاج إلى نية ونحو ذلك، فلا تؤدى عنه كذلك. لكن بالنسبة للزكاة كما قلنا، الزكاة عبادة لكنها عبادة مالية، يعني المقصود منها المال، فإن أخرجها صاحبها أجزأ ذلك، وإن أخرجها غيره عنه بالوكالة أو بالولاية جاز ذلك. والحج، الحج أيضا عبادة لكن فيه جانبا ماليا، في الحج النفقة التي تصرف وتبذل في الحج هذا جانب مالي، فلذلك قال العلماء إن الحج مركب، فيه جانب من العبادة المحضة وجانب من العبادة المالية، ولذلك جاز أن يؤدى عن الغير. وأهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحج والعمرة عن الغير فأجاز ذلك. رجل الذي جاءه وسأله وقال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، يعني وجب الحج عليه، شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن الارتحال، ما يستطيع، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وفي رواية: واعتمر. وكذلك المرأة التي جاءته فسألته عن أمها، هذا كله دليل على جواز الحج والعمرة عن الغير. إذن عندنا الآن أمران متفق عليهما، الأمر الأول العبادة المحضة الخالصة التي ليس فيها جانب مالي كالصلاة، لا يؤديها أحد عن أحد، إنما يؤديها من وجبت عليه، فإن أداها سقط الوجوب عنه، وإن لم يؤديها بقيت في ذمته، سيسأل عنها في يوم القيامة. والجانب الآخر العبادات المالية المحضة كالزكاة، أو التي فيها جانب مالي كالحج، هذه أيضا يجوز أن تؤدى عن الغير بشروط. لكن عندنا موضوع الصيام، الصيام في أصله عبادة محضة ليس فيه جانب مالي، إنما هو الامتناع طاعة لله سبحانه وتعالى
في وقت مخصوص عن أشياء حرمت على الإنسان أثناء الصيام، أشياء من المباحات الحلال لكنه حرم منها، منع منها أثناء الصيام، فهي عبادة محضة، عبادة محضة. إذن ماذا نصنع بهذا الحديث الذي قالت فيه هذه المرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ العلماء بعضهم قالوا إن هذا الصوم ليس هو صوم رمضان، ليس هو صوم رمضان، صوم نذر أو صوم يعني مستحب كانت تؤديه ووعدت بأن تصومه ولم تتمكن من صيامه، فقالوا إذا كان كذلك فهذا لا بأس به، حملوا الحديث عليه وقالوا لا بأس به أن يصام عن الميت إذا كان عليه نذر، صوم نذر، أما صوم رمضان فلا يؤدى عنه لأنه عبادة محضة تجب على الإنسان بخصوصه. وبعض العلماء قالوا لا، إن المقصود أفأصوم عنها يعني أفأؤدي بدل الصوم عنها، لأن الإنسان إذا لم يصم عجز عن الصوم ينتقل إلى البدل وهو الكفارة، كفارة الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا. فحملوا هذا الحديث على أنه الإطعام عن الميت الذي مات وعليه صوم ولا يمكن في هذه الحال أن يصوم الميت، ماذا يصنع؟ تخرج عنه هذه الفدية، فدية الصيام، ترك الصيام في رمضان. بعض العلماء قالوا لا، حتى صوم الفريضة، ولكن هذا الأمر ليس هو الأقوى والمرجح عند العلماء. إذن موضوع الصيام نأخذه بهذا الاعتبار، إذا كان الصوم مندوبا فلا بأس أن يصام عن الميت، وإذا كان الصوم واجبا ولم يصم الميت، صوم فريضة ولم يصم، فيمكن أن يخرج وليه أو صديقه أو من يعتني بأمره يخرج عنه الكفارة لأنه مات وهو عاجز عن الصيام. أما الصوم الذي هو صوم رمضان بحيث يصوم إنسان عن إنسان فهذا شأنه شأن الصلاة، فلا يصوم أحد عن أحد. والجزء الأخير، الجملة الأخيرة، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج عن أمها، فأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها. الحج عن الغير أيها الإخوة يحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهو أن كثيرا من الناس الآن يريد أن يعتمر أو أن يحج عن غيره، لكن هذا له شروط. الحج أو العمرة عن الغير لا بد أن تكون عن الميت أو عن العاجز. ما معنى العاجز؟ ليس العجز هنا العجز المالي، العجز المالي يعني الفقر، عدم القدرة على نفقة الحج أو العمرة ليست مسوغا لأن يحج أحد أو يعتمر عن غيره، لأن الفقر والغنى بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الفقير يمكن أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه في يوم من الأيام ويغتني ويستطيع هو أن يحج بنفسه، لكن العاجز بدنيا يعني من عجز، كما ورد في هذا في الحديث الذي ذكرناه، الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أبيه قال: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن يعني ولا السفر، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فإذا كان عاجزا عجزا بدنيا وقد وجبت عليه هذه الفريضة، أو أراد أن يحج عنه تطوعا أيضا، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وكذلك الحج عن الميت، الحج عن الميت حتى ولو كان الميت شابا، لأنه بموته انقطع عمله ولم يعد متمكنا من أن يؤدي شيئا من هذه العبادات، لكن الإنسان القادر على أداء هذه الفريضة
وأداء هذه العبادة بنفسه لا يحج عنه ولا يعتمر. نعم. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف. ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا. نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، من أهم الأشياء في باب الوقف حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب. هذا الحديث كان باستشارته للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن ماله الذي يريد أن يتصدق به، كان بوسعه أن يفعل شيئاً، أن يعطيه للفقراء، أن يعطيه لذوي قرباه، لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسترشداً مستنصحاً. وكما تلاحظون فإنه جاء بهذا المال العزيز عليه، هذا سهمه في خيبر، أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بعد فتح خيبر النبي عليه الصلاة والسلام قسمها، فجاء في نصيب عمر رضي الله تعالى عنه هذا السهم من أرض خيبر، وهي أرض زراعية وأرض لها قيمة وكانت عزيزة عليه، فأراد أن يحقق ما ذكر في كتاب الله الكريم. ما هو الذي ذكر في كتاب الله الكريم؟ ذكر في كتاب الله الكريم في شأن الصدقة والإنفاق في سبيل الله صفة أفضل الصدقات. ما هي أفضل الصدقات؟ إنسان عنده مال أو أموال يريد أن يتصدق منها، إذا أراد أن يبحث عن أفضل الصدقات هذه ليخرجها فلا بد أن يراجع نفسه، أن يبحث عن أفضل الأشياء عنده وأحبها إليه. هذا ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتمثل هذا المعنى وسأله وبين له، قال أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط أنفس منها، ما في شيء عندي في أموالي أفضل من هذه الأرض، فماذا تأمرني؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له النصيحة التي نصحه بها، وهي نصيحة عظيمة جعلت عند العلماء أساساً لموضوع الوقف. الوقف ما هو؟ أن يحبس الإنسان بعض ماله بشروط معينة طبعاً، أن يحبسها بمعنى أنه يتصرف بها فيها تصرفاً يمنعها من البيع، تصرف يحافظ على أصلها، أما ثمرتها التي تأتي منها ريعها فهذا هو الذي يتصرف فيه، وتبقى بعد ذلك هذه العين مستمرة،
يعود أجرها وخيرها على من تصدق بها إلى ما شاء الله ما دامت هذه العين موجودة. هذا هو الذي يسميه العلماء الصدقة الجارية، وهي كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي معنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، يعني من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه الصدقة الجارية، ما معنى كونها صدقة جارية؟ أنها صدقة دائمة مستمرة. الآن الإنسان الذي عنده مثلا نقود أو طعام ويعطيه للفقراء، انتهى الأمر، هو على أجره، كتب له أجره بنيته الخالصة عند الله، لكن هذا الأمر انتهى بأن يأكل الفقير الطعام أو أن يشتري بهذه النقود شيئا، انتهى الأمر. لكن هذه الصدقة الجارية مزيتها أنها تستمر لا تنقطع في حياة من تصدق بها وبعد موته. قد يموت الإنسان وتمر عشرات ومئات السنين وهذه الصدقة باقية، يكتب أجرها لصاحبها. هذا الوقف، وهو من أعظم أبواب البر التي شرعت في ديننا، قضية الوقف. وكما يروى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما مات أحد منهم وهو قادر إلا وقد أوقف وقفا. طبعا الفقير لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن الإنسان القادر من أفضل الأشياء له أن يوقف الوقف. طبعا الوقف المفترض فيه أن يهتم الإنسان بشأنه وأن يضعه في المصارف التي لها مزية على غيرها والتي ينتفع منها الناس، وكلما كان النفع منها دائما وعاما كلما كانت أفضل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها، يعني منعته من أن يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته، لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالتنازل، وسبلت ثمرتها، جعلت هذه الثمرة يعني العائد الريع الذي يأتي من هذا الأصل، جعلته سبيلا في المصارف التي تختارها والتي تحددها. حديث عمر هذا رضي الله تعالى عنه هو الأصل في باب الوقف عند العلماء. لاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عمر جاءه استشاره، ما قال له حبس أصلها هكذا بالأمر، لا، قال: إن شئت، إن شئت، يعني رد الخيارة له: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. وهذا فيه أيضا رفع للكلفة، حتى لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره. المتبرع كما يقول العلماء أمير نفسه، ما يستطيع أحد أن يجبر أحدا على التبرع، هو إذا أراد أن يتبرع يتبرع. فلذلك قال لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. ففعل عمر، لكنه وضع فيه مصارف معينة في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الضيف أيضا، كما في بعض طرق هذا الحديث. الضيف يعني إذا جاء ضيف والضيف محتاج إلى قرى، فإنه ينفق عليه من هذا المال، من ريع هذا الوقف. ولا حرج على من تولاها أن يأكل منها غير متمول، يعني ما يأتي فيأخذ من الريع هذا ما يستفيد به مالا، هو أن يشتري من هذا الريع مالا لنفسه أو نحو ذلك، لا، أن يأكل منها بقدر حاجته، بقدر حاجته. هذا هو الدليل على أهمية الصدقة الجارية. الصدقة الجارية، المسلمون
عبر أحقاب التاريخ اعتنوا بشأن الوقف عناية عظيمة، وكان الوقف في أزمنة كثيرة من أزمنة الإسلام يسد كثيرا من الحاجات. هذا الجانب الاجتماعي، الجانب المدني، يسد كثيرا من الحاجات التي يحتاجها المجتمع. ولذلك أوقف الناس بعد ذلك على الفقراء، على المسافرين، على المرضى، على التعليم، على تحفيظ القرآن، أشياء كثيرة جدا جدا أوقاف وأنواعها عظيمة. حتى وجد في عصر من العصور في بعض بلدان الإسلام وقف للآنية المكسورة. وقف للآنية المكسورة، ما معنى هذا؟ الأواني ما كانت من المعدن، كانت من الفخار. الأواني الصحون والقدور هذه كانت من الفخار، وكان الخدم هم الذين يقومون عليها، ينقلونها ويغسلونها ويوصلون ما فيها إلى. ففي بعض الأحيان قد يتعثر الخادم فيسقط هذا الإناء فينكسر، انكسر الإناء، وهذا مال. قد يعاقبه سيده وقد يضربه، ماذا يصنع؟ يذهب لهذا الوقف بالإناء المكسور فيعطوه، فيبدلونه له بإناء جديد. الصحن هذا أو القدر الذي انكسر يعطونه بدله، فيجبرون خاطره ويمنعون عنه الخوف والعقوبة. كذلك في الحيوانات الضالة ولغيرها أوقاف كثيرة جدا جدا يعني. فالوقف من أهم السبل التبرعات التي يتبرع بها الإنسان المسلم، وحديث عمر كما ترون هو الأساس في هذا الباب. نعم. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ. فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. نعم، هذه صدقة ثانية لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. حديث الأول كان في أرض خيبر، وقد حبسها يعني أوقفها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أيضا أوصى بوقف آخر جمع فيه عددا من أمواله، وشرط فيه ألا يباع ولا يشترى. هذا هو التحبيس، التحبيس هذا هو يعني حفظ، لا يباع ولا يشترى. ماذا أدخل في هذا الوقف؟ أدخل فيه أرض اسمها أرض ثمغ، معروفة في المدينة كانت، وصرمة ابن الأكوع، صرمة هي القطعة من النخل، والأرض التي وهبها له النبي عليه الصلاة والسلام، والمئة سهم التي بخيبر، والأرض التي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام في الوادي.
أدخلها كلها في هذا الوقف، وأيضا جعله للفقراء والمساكين ولابن السبيل، ولا بأس على من تولاه أن يشتري عبدا للخدمة في هذه الأرض، وهذا كما يسميه العلماء عمارة الوقف. هذه أرض للزراعة تحتاج إلى من يزرعها، من يزرعها؟ لا بد أن يوجد لها عامل يزرعها، فلا بأس أن يشتري عبدا من قيمة من دخل هذا الوقف للعمل في هذه الأرض، ولا بأس أن يأكل العامل المتولي يعني من هذه الأرض لحاجته، أو أن يؤكل يعني أن يشترك في طعامه مع آخر. لكن من هو الذي يتولى شأن هذه الأرض؟ من هو الذي يتولى شأن هذا الوقف الذي أوصى به؟ قال إن حدث به حدث، يعني بعد موته أن تكون هذه الأعيان كلها وقفا في سبيل الله، لا تباع ولا تشترى، وحدد مصارفها. من يلي هذه الأوقاف؟ قال تليها حفصة بنت عمر. حفصة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مع دينها وعفتها وكونها أم المؤمنين كانت صاحبة عقل، كانت راجحة العقل، كانت حسنة التصرف، فأوصى أن تكون هي المتولي على الوقف. طيب وإذا ماتت حفصة؟ إذا ماتت حفصة من يتولى هذا الوقف؟ يضيع؟ قال ثم لذوي الرأي من أهلها، يعني حدد مسار المتولي للوقف أن يكون من آل حفصة، من آل عمر يعني. لكن من هو آل عمر؟ كثر، بعضهم قد يصلح وبعضهم قد لا يصلح. قال ذو الرأي من أهلها. ما معنى ذو الرأي؟ يعني إنسان عاقل، حسن التصرف، رشيد، لأن هذا يستطيع أن يحافظ على الوقف، ويستطيع أن يضعه في مصارفه، ويستطيع أن يقوم بتنميته إلى آخر ما هنالك. هذا ما وجد في شروط العلماء بعد ذلك، وشروط الموقفين عندما يقولون أن يكون المتولي على الوقف هو الأرشد. يعني إذا كان وقفا ذريا خاصا لفئة معينة مثلا، يقولون الناظر على هذا الوقف هو الأرشد، يعني أحسنهم وأكثرهم رشدا هو الذي يتولى عليه. وهذا هو تفسير وترجمة لما ذكره أمير المؤمنين في قوله ثم لذي الرأي من أهلها، يعني القادر على إدارة الوقف ورعاية شؤونه ووضع هذه الأموال في مصارفها التي حددها صاحبها. هذا وقف آخر أوصى به غير الوقف الأول. الوقف الأول نجزه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم ينجزه في حياته، لكنه أوصى به لينجز بعد موته، وتم ذلك بعد موته رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، حديث عظيم يدفع الإنسان المسلم الحريص على عاقبته أن يكون له شيء بعد وفاته يكتب في سجلاته، أن يكون له من الأجر
ما لا ينقطع إلى يوم القيامة. وهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم الأشياء. صدقة جارية كما قلنا في شأن الوقف، لو أن إنسانا مثلا أوقف مزارع، بعض المزارع مثلا أو بعض الدور ونحو ذلك، هذه صدقة تكون جارية، لكل من ينتفع منها يكتب له بها الأجر حتى بعد وفاته. كذلك لو حفر بئرا، حفر بئر يستقي منها الناس، يشرب منها الناس، تشرب منها الدواب، هذا له أجره المستمر، كلما شرب أحد من هذه البئر يكتب له أجر هذا السقي. كذلك لو أجرى نهرا، فيه نهر مثلا يجري في منطقة، لكن بعض المناطق الأخرى لا يصلها هذا النهر، ففتح قناة شقها على حسابه حتى أوصل ماء، بعض ماء النهر إلى مناطق لم تكن مما يصل إليه الماء، فيصل إليها الماء فيزرع الناس ويشربون ويسقون دوابهم من هذا الماء، هذا له أجره المستمر. صدقة جارية، صدقة جارية. ووردت هنا بالتنكير، ما قال صدقة الماء ولا قال صدقة النخيل والأشجار ولا صدقة البيوت، قال صدقة جارية، أي صدقة منكرة كلها تدخل في هذا المعنى، أو علم ينتفع به. وهذا العلم لا يقوم به إلا أهله العلماء، يعني ألف كتابا في موضوع يحتاج إليه الناس، حل لهم إشكالا كبيرا، أو بيّن لهم ووضح لهم أمور دينهم، وأصبح الناس يتناقلونه ويتعلمون منه ويتداولونه. كثير من الكتب المعروفة الآن بين المسلمين ألفها علماء سبقوا رحمهم الله، ولا زال الناس يتداولونها ويقرؤون فيها وينتفعون بها ويتعلمون منها في الحديث وفي الفقه وفي السير من مئات السنين، وهي كذلك، أو علم ينتفع به. وهذا القيد في غاية الأهمية، الوصف هذا، علم ينتفع به. لكن لو كان العلم هذا من العلوم الضارة والعياذ بالله، هل يؤجر عليه صاحبه؟ لا، صاحبه هذا عليه وزره ووزر من عمل به، مثل علوم السحر مثلا والشعوذة، علم السحر والشعوذة والشركيات والعياذ بالله، هذا كله على صاحبه وزره ووزر من عمل به. السحر علم، الله سبحانه وتعالى قال يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر علم، لكنه علم مرذول، علم ضار، علم ضار. فليس كل علم يؤجر عليه الإنسان بعد موته، بل العلم النافع. ولذلك من الدعاء، اللهم أنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، أو علم ينتفع به. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة ما هي؟ قال أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله، هذا من أعظم الأشياء التي تبتغى في الحياة الدنيا، بالنكاح، بالنكاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. من أعظم مقاصد الزواج وجود الولد، لكن هذا الولد إذا أهمله أبوه، ما اعتنى به ولا رباه ولا حافظ عليه، هل يرجى من مثل هذا الولد أن يبر أباه؟ هذا مستبعد في العادة. من الذي يرجى لبر أبيه بعد موته؟ هو الابن الصالح. وهذا فيه ما فيه من
الاهتمام والعناية بتربية الأولاد حتى يكونوا صالحين، لأن الأب إذا اعتنى بتربية ابنه فهذا بقدر الله سبحانه وتعالى سيكون هذا الابن إن شاء الله صالحا. ولا يلزم أن يكون ذلك في كل الأحوال، أحيانا الإنسان يبذل ويصبر ويربي ويجتهد في صلاح ولده، لكن الولد يكون من الأشقياء والعياذ بالله، كما حصل في قصة نوح عليه السلام. قصة نوح، نوح نبي الله من أولي العزم، وطال عمره وطالت دعوته، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، لكن ابنه كان من الأشقياء. الله سبحانه وتعالى يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن الإنسان إذا اجتهد وبذل في تربية ولده، هذا يرجى له أن يكون ابنا صالحا. لماذا يحرص على صلاح الابن؟ لأن الابن إذا صلح هو الثمرة من ثمرات هذا الأب. ولذلك النبي عليه السلام جاء عنه في الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، أطيب ما يأكل الإنسان من كسب يده. قال: وإن أولادكم من كسبكم. الولد هذا أنت تتزوج أمه، تبذل المهر وتنفق، ثم إذا جاء تربيه وتحرص عليه وتعلمه، هذا أنت نميته وكنت السبب بعد الله في وجوده في هذه الحياة. فالولد الصالح هو الذي يرجى. لماذا قال أو ولد صالح؟ ما قال أو ولد يدعو له، قال أو ولد صالح، لأن الولد الصالح هو الذي يرجى لمثل هذا العمل المبرور يدعو له. هذه الأمور الثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صدر الحديث هذا الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني لم يعد يكتب له شيء لأنه مات. والإنسان إذا مات فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. هؤلاء الموتى في القبور حتى وإن كانوا من أصلح خلق الله لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأحد ولا لأنفسهم. لو كان الميت قادرا على أن يفعل شيئا لنفسه لخرج من القبر، لأن الدفن في الترب إهانة. الحي هذا لو أخذت إنسانا حيا على قيد الحياة ودفنته في التراب، هل يعتبر هذا من الإكرام له؟ لا، وليس من الأشياء التي يحبها. لكن الميت يوضع في هذا القبر سترا له، سترا لهذه الجيفة، انتهى. فالميت بحاجة إلى الحي، ولذلك انقطع عمل الإنسان، انتهى عمله في الحياة. والأجر والثواب إنما يكون على العمل، انتهى العمل. لكن هذه الأشياء متصلة بالإنسان الثلاثة، لأن له سببا فيها، هو تسبب فيها: صدق الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو له، هذه هو تسبب فيها. فلذلك كانت من عمله، كانت جزءا من عمله يلحقه بعد موته. لكن هل هذه الأشياء هي التي تلحق الإنسان بعد موته ولا يكتب له غيرها؟ على سبيل التحقيق نعم، نعم، يعني لا يستطيع أن يحصل على شيء، أن يكون له حق ثابت في شيء إلا في هذه الثلاثة، لكنه يمكن أن ينتفع بأشياء أخرى. ينتفع الإنسان بدعاء غيره، الميت ينتفع بدعاء غيره. ولذلك الصلاة على الميت المقصود بها الدعاء للميت، فالمسلمون الذين يصلون على الجنائز ويدعون لأصحابها ينتفع أصحابها، كما جاء في الحديث: من صلى عليها 40 ونحو ذلك
هؤلاء يكونون شفعاء له ويدعون له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته، هذا دعاء له. كذلك الإنسان عندما يمر على المقابر ويدعو لأهل المقابر، كذلك الدعاء في غير هذا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، الأحياء والأموات، هذا ينتفع به من يدعى له بذلك، لكنه ليس واجبا، ليس ثابتا، ليس محتما. أما هذه الأمور الثلاثة فهي ثابتة، ثابتة الأمور الثلاثة، الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به ودعاء الولد الصالح، هذه تلحقه لأنها من كسبه. كذلك بالنسبة للشهيد، كذلك بالنسبة للمرابط، المرابط هو المقيم على ثغور الإسلام يدافع أعداء الدين، هذا يجري عليه رزقه ويجري عليه أجره، إذا مات في هذا الرباط يجري عليه عمله، يجري عليه عمله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل. فهنالك أشياء تلحق الإنسان بعد موته لكنها ليست لازمة ولا ثابتة، الأشياء اللازمة والثابتة هي هذه الأمور الثلاثة. لماذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة؟ لحث الناس على العناية بها، من كان قادرا عنده مال استطاع أن يتصدق بصدقة جارية كبيرة أو صغيرة فليبادر، فليبادر إلى ذلك. من كان من أهل العلم من القادرين على أن يؤلفوا، أن يبينوا، أن يوضحوا، فليفعلوا ذلك. ويلتحق بهذا أيضا كل من كان سببا في التعليم وإفادة الناس. يعني الآن مثلا تعليم القرآن يشترك فيه أناس كثيرون في أجره، يشترك فيه أناس كثيرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل واحدة بعشر حسنات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما معنى خيركم؟ يعني أفضلكم في باب الأجر من تعلم القرآن هو في نفسه لأنه يقرأ، وعلمه لأنه إذا علمه إلى لغيره اكتسب الأجر بهذا التعليم. وكل قراءة يقرأها هذا المتعلم يكتب له أجر قراءته، ويكتب لمن علمه مثل أجره. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب إذن الذي علم القرآن لغيره وغيره علم غيره وهكذا وتسلسل، والذي علم عشرة العشرة علموا مئة، والمئة علموا ألف، هؤلاء كلهم إذا قرأوا القرآن يكتب للمعلم الأول مثل أجورهم. إذن هذا أجر متسلسل، متسلسل. كذلك من أنفق من ماله على هذا التعليم، هذا التعليم يحتاج إلى مكان، هذا التعليم يحتاج إلى معلم، المعلم يحتاج إلى أن ينفق عليه، الذي ينفق على هذا المعلم يشترك في هذا الأجر، وهكذا. الذي يحث على ذلك ويشجع الناس على هذا الأمر أيضا يكون له، من دل على هدى، من ألفاظ العموم، يعني كل من اشترك في هذا الأمر كلهم لهم في هذا مدخل ولهم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من تعليم العلم. الإنسان صاحب المال الذي ليس من أهل العلم لكنه ينفق على بعض الطلاب ليتعلموا العلم، فهذا أسهم في تعليم العلم، وهكذا. فيعني إما العلم، تعليم العلم إما أن يكون من الإنسان نفسه
ويورث علما نافعا، أو أن يسهم في تعليم العلم لغيره فهو على أجره وسيستمر له هذا الأجر بإذن الله إلى يوم القيامة إذا خلصت نيته. والأمر الثالث هو الولد الصالح، فالإنسان يجب عليه أن يجتهد فيما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يأتي إنسان ويقول أنا ما عندي مال لأوقف به وقفا، لكنه يستطيع أن يحبذ إلى الناس هذا المشروع، أن يدعوهم، أن يعرف به حتى يقوم هذا المشروع ببذل الباذلين وبجهد هذا الذي عرف الباذلين ليبذلوا أموالهم في هذا الموضوع، هو على أجره. وهكذا وفضل الله سبحانه وتعالى واسع يشمل الجميع. المهم أن الإنسان لا بد أن يحرص على أن يكون له شيء يستمر بعد موته، لأنه إذا مات وليس له سبيل لزيادة أجره انتهى عمله وانقطع أمله. لا بد أن يكون الإنسان نافذة على أبواب الأجر حتى يستمر هذا الخير له إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وفجور الفجار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح المسلمين ويجمع شملهم، وأن يجمع قادتهم وأن يصلحهم ويوفقهم لما فيه خير بلادهم، إنه على كل شيء قدير.